ربنا يخليك يا رب. وقبل ما رحنا عند الفواصل الإعلانية سألتك أنت ما شاء الله ربنا يديك طولة العمر، عندك 84 سنة داخل في 85. وداخل في 85، وقبل ما تكملهم 100 و120 إن شاء احنا الله احنا قاعدين مع بعض. ربنا يديك طولة العمر. أنت إيه سر أنك يعني الناس هنا في مصر بشكل عام يعني بعد مثلا 60 سنة ولا حتى نقول مثلا ايه 70، معرفش، وفي ناس حتى وهم في الخمسينات خلاص كده بتحس ان هم عجزوا. فانت بتعمل ايه او بتحافظ على نفسك ازاي، على صحتك، ولا بتعمل ايه بالظبط؟ اللي انا عارفه ووعي وعيله انا ما مش عارف انا احافظ على صحتي، انما ما بناش معدتي. انا باكل لقمه عشان تقيم الاول زي ما بيقولوا، بتاكل قليل. في حديث عن سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كانه درس في الطب، ان الواحد ما ينامش وهو شبعان. لا، يقول ايه؟ ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أنا كده، أنا باكل تلت بطن وشبعان ومبسوط تمام، ممكن أقعد يومين ثلاثة ما أكلش. يعني الناس بتاكل لما جوع، أنا باكل لما أفتكر. قلت أنا بقالي كام يوم أكل يوم، أكلوني بقى يا جدعان. يعني بتنسى تاكل ساعات؟ والحاجة المسألة ماشية. وبعدين كمان بعد ما بطلت، انا بطلت السجاير. بطلت بقالك فترة طويلة؟ دخل على السنة الثالثة اهي. ولما بطلت سجاير حياتك فرقت في حاجة؟ بقيت ايه؟ بتنام، بتتنفس احسن؟ بتنفس احسن. وبعدين والاجدى والانفع ان انا بضرب ايدي في جيبي بلاقي فكة، فلوس فكة. طب وده ايه علاقته بتبطيل السجاير؟ ايام السجاير ما كانش في فلوس خالص، السجاير مخلصة على الفلوس اللي في جيبي. انت كنت بتشتري سجاير فرط ولا ايه؟ لا، العلبه. العلبه علبه علب السجاير. لا، تعرف علب السجاير دلوقتي بكام؟ لا انا ما بدخنش، ما انا ما اعرفش، ده قالوا لي غليت قوي. بكام؟ ب 10 جنيه باين. انا جبتها ب 10 جنيه، دلوقتي هتلاقيها اكتر بكده كتير. 16 جنيه. طيب. قالوا لي في ودني. طيب. قول لي بقى. خلاص ما بشربش سجاير دلوقتي. فبعرف اتنفس كويس، بس خدت علقه طبعا. حكايه البلغم اللي جوه ده عشان يطلع. لا، ده محتاج وقت. الدكتور قال لي انا بحسبه صاحبي، قلت له تعالى بقى وشجعني. قال لي قلت له اتخلص بقى من اثار السجاير دي قد ايه؟ قال لي 3 سنين. قلت له مش من قدام. فقال لي هي 3 سنين. عشان تبقى كانك ما دخنتش خالص. تمام. فشوف التدخين ده قد ايه قاتل. لا، ده لعلمك رسالة النهاردة دي. المعنيين بالصحة وبالذات بمكافحة التدخين وكده هيشكروك عليها قوي. لأنها يعني رسالة من شخصية كبيرة وشخصية عامة زيك. بقول للمصريين بلش التدخين. انت بتأثر في عمرك ليه؟ بتعيش لما تربي ولادك وتشوفهم وتشيل احفادك وتشيل احفاد ولاد احفادك. صحيح. لا صحيح. انا قاعد اهو مستني زينب ونواره، عايز اشيل احفادي. مظبوط. زينب اتجوزت. وعمال امها لا على حامل ولا على بارد، امها الست ام زينب رئيستي. في رئيستي المباشره. رئيستك المباشره؟ طبعا في الحياه. وانا دلوقتي ليه ام زينب؟ امال ايه؟ بديت عظيم سلام، انا مسميها الترماي. ما شاء الله. مسمي مراتك الترماي. الترماي. وانت خايف منها؟ انت بتخاف من مراتك ولا لا؟ انا عايز راجل يقول لي لا انا ما بخافش من لا 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 لا، انا صريح جدا. بخاف منها وفي نفس الوقت بحبها. ما انا بخاف منها عشان بحبها. ايوه، بخاف عليها. فانا بديها تعظيم سلام يا ترماي وسلام يا زوزه. وهعمل ايه طيب؟ وشايلنا كلنا ام زينب دي. الله، انت بتشوف العلاقه اللي بينها وبين نواره. احلى حاجه لما الراجل
يتكلم بالروح دي أمال إيه؟ على مراته ويحطها فوق راسه، حطها على راسي تاني مش كده برضو؟ تاج على راسي. يا سلام. لو مش هي انا دلوقتي ما كانش عندي مأوى، عندي كان عندي ما كانش عندي اوضه انام فيها. يا سلام. شقه حلوه. يا سلام. هي اللي عملت ده كله، هي ام زينب. امال ايه؟ كنت خليني نايم وداخل فلوس من جيبي. عارف الفلوس دي هتدخل في جيبي هيجي بيها حشيش. يعني كانت بتقلبك وانت نايم؟ امال ايه؟ وتحوش وتحاول. وبعدين تقول لي ده انا مره احنا كنا بنروح اسكندريه كل سنه، فكان الراجل السمسار بيدينا الشقه ب 200 جنيه في اليوم. عشان زينب، احنا بنروح اسكندريه عشان زينب. فهي باعت الذهب بتاعها وعملت جمعيه وقالت لي ما تجيب الفلوس اللي عندك في البنك. قلت لها قالت لي هناخد شقه في اسكندريه. في 24 ساعه خدنا الشقه وفرشتها. ما شاء الله. وحياه ربنا. علشان الايجار عالي قوي وانتوا بتحبوا تروحوا هناك تشموا هوا وكده. بموت في اسكندريه. طبعا. انا اسكندريه فيها صيد جميله كتيرة. جميله. يا اسكندريه بحرك عجايب. يا ريت لبني من الحب نايم. الله. تهدفني موجة على صدر موجة والبحر هوجة والصيد مطايب، أغسل هدومي وانشر همومي على الشمس طالعة وأنا فيها دايب، كأني فلاح من جيش عرابي مات على الطوابي وراح في بحرك، كأني نسمة فوق الروابي من البحر جاية تغرق في سحرك. الله. كأني صوت النديم في ليلك بيصحي ناسك يشدوا عيلك، كأني طوبة من بيت في حارة، كأني دمعة في عيون سهارة، كأني نجمة فوق الفنارة تهدي الحيارة والبدر غايب، يا اسكندرية يا مصروية على سن باسم على ضحكة هلة، البحر شباك ومشربية وانت الأميرة على الدنيا طلة، يا اسكندرية عاشق وبدي ارتاح في حضنك والود ودي يكون كلامي عربون غرامي وبالمحبة ناخد وندي، يا اسكندرية فيك الغلابة على الرزق يسعوا ولا يناموش، صبح صباحهم رجع مساهم وزاد شقاهم ومرتاحوش، يا عيني على الزمان تعبهم وضاع تعبهم وملتقوش، نزل شبكهم في بحر طامي طلع شبكهم على فشوش، وفيك بين البشر ديابة وفيك فوق البشر وحوش، وفيك ناس مغرمين صبابة لو خان زمانهم ما بيخونوش، وفيك خمري سلمت امري ما اقدرش اشوفه وما غنيلوش. احلى ختام عملته لي انت من غير ما تقصد. ربنا يخليك. انك تديني قصيده عن اسكندريه المكان المحبب لقلوب المصريين كلهم. طبعا اسكندريه الجميله. انا رحت يا معتز بلاد كتيره اوروبيه كنت كل ما اروح بلد اقول لهم فرجوني على المدن الساحليه اللي عندكم. بقصد المقارنه باسكندريه. طبعا لقيتها احلى حاجه. اسكندريه واحده. اسكندريه المصريه دي ملهاش مثيل. بص يا عم احمد انا سعيد جدا بمقابلتك النهارده. ربنا يخليك. وعايز اتمنى لك كل التوفيق وكل الحظ السعيد وكل سنه وانت طيب وربنا يمدد في عمرك ان شاء الله ويديك الصحه. ربنا يخليك يا حبيبي. وسلامنا الحار لزينب وام زينب والنواره. ايوه. والام نواره المره. ايوه طبعا. معلش لان برضو حبيبتنا طبعا صفيناس كاظم دي حبيبتنا استاذه طبعا. والكل اهلك وحبايبك. ربنا يخليك. وان شاء الله عندنا امل كده ان احنا نشوفك مرات كتير تاني ونستمتع بحوارك. وانت هتسلي هتبلغ سلامي وسلام زينب وام زينب ونواره لستي وتجراسي. ربنا يخليك. وستك وتجراسي كنت عارفها. طبعا طبعا طبعا. هي ام المصريين دي. ربنا يخليك. ام المصريين. ده شرف ليا والله. ربنا يخليك يا معتز. وان شاء الله نشوفك على خير. شكرا لهذا الحوار وشكرا ليكم على متابعه النجم الكبير الراجل الوطني الاصيل المصري المخلص صاحب خفه الدم والموهبه الكبيره في احلى شعر سمعناه منه النهارده، وأفكار وآراء وروح جميلة وربنا يديله الصحة الأستاذ أحمد فؤاد نجم كل سنة طيب مرة تانية بعد ما دخل عامه 85 عقبال
120 سنة إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.